شايف ان الزمالك يقدر يكسب في مصر وتأهل للدور الجاي ولا لا؟ لا يقدر الزمالك، الزمالك بس يبعد عن المشاكل وهيقدر فعلا ان هو يوصل. فرقة كويسة يعني، والبطولة ان شاء الله يعدي بس المرحلة الجاية وبعد كده يفكر في التاني. اللعيبة برضو مش في اي ماتش بتلاقيها بتنزل بتستهتر والكلام ده، وطبعا ده مش حلو. طبعا ان شاء الله الزمالك ماشي بمستوى رائع، وان شاء الله الدوري والبطولة الكونفدرالية لينا ان شاء الله. وانا شايف ان اكيد طبعا هياخد الدوري ان شاء الله بمشيئة الله، وممكن ياخد الكاس كمان لو فضل على مستوى ده وطور من نفسه. اكيد، ما هو ده اللي احنا بنأكد عليه، وهو ده اللي احنا يعني بنقوله، ان الزمالك ان شاء الله هيتأهل، لان الزمالك هو اقوى فريق في المجموعة اللي موجود. قلت انا الافريقية والعربية. انا عامة اهلاوي تمام، بس الزمالك يعني عنده لعيبة محترفة زي حمدي النقاز، فرجان الساسي، اللعيبة دي مفروض تجيب بطولة، بس على المستوى اللي شفناه امبارح ده، لا ده مش فريق يجيب بطولة، بس انا اتمنى لهم الخير. We'll be right back.